السلام عليكم البنات، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم هذا الكيك الفردي بالشوكولاته اللي كيجي رائع مميز. مقاديره بسيطه، اللي ذاقوا صراحه كيعجبوا، فبقاو معايا حتى الاخر الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا جوج بيضات بطبيعه الحال بحراره المطبخ. ديما الكيك البيض يكون بحراره المطبخ. عندي هنايا كاس الا ربع ديال السكر سنيده، كاس الا ربع ديال الحليب، وعندي نص كاس ديال الزيت. عندي هنايا غادي نستعمل غير خماره ونص، ما غنستعملوش بجوج. وعندي معلقه كبيره ديال الكاكاو، وعندي 200 غرام ديال الدقيق الفورص، يعني ربعه نقصوا من شي حاجه، ما يعني 200 غرام. غندوزو دابا للطريقه. هذه الزلافه ديالي هنايا درت فيها جوج ديال البيضات، كاس لاروب ديال السكر سنيده، غادي نطربوهم مزيان. غادي نبدا نزيد الزيت بشويه بشويه وانا كنطرب، غنستمر حتى ينسجم ليا الزيت مع البيض وسنيده. صافي، بعد ما خلطتهم مزيان مزيان، دابا غادي نزيد كاس لاروب ديال الحليب، حتى هو غادي نخلط مزيان وغادي ندخلو في هاد العناصر هادو. هنا بعد ما نسجموا لي العناصر مزيان، دابا غادي ندوز باش ندير النواشف. غادي ندير هذيك المعلقه الكبيره ديال الكاكاو، غادي نغربلها حتى هي من هاد الحبيبات، وغادي نزيد عليها جوج ساشيات ديال ساشيه اونص. راه انا وحده ما غنديرهاش كامله، غير ساشيه اونص ديال الخميره. صافي، وغادي نغرب لهم حتى هما باش نحيد هاد الحبيبات. وغادي نبدا نضيف الدقيق. انا قلت لكم 200 غرام ديال الدقيق، غنبدا نضيف شويه بشويه، دائما كيبقى على حساب الحجم ديال البيض باش ما نجيبش الخليط ديالي عاقد. ديما نحطوا ديك 200 غرام ديال الدقيق حدانا، ونبقاو نزيدو بشويه بشويه وحنا كنخلطوا، وغادي نردوا البيض. غادي ندخل الطحين في الخليط، اكيد راه غادي نزيد لان 200 غرام راه باقا فيها كثيره. انا نرد البال غير يبقى غير شي شويه في الاخر، محتاجه او لا. نزيد المهم انا اكتفيت بهذا القدر. هانتوما كتشوفوا الكثافه ديال الخليط كيفاش دايره، بحال الكيك ما كتكونش عاقده وما كتكونش جاريه. بالنسبه للدقيق 200 غرام تقريبا شاط لي منه معلقه. داكشي علاش دائما كنقول لكم الطحين عينكم ميزانكم، على حسب النوعيه ديال الطحين وعلى حسب النوعيه ديال البيض. بالنسبه اللي بغى اللون يجي غمق من هكا ممكن يزيد الكاكاو، واللي بغى يخليها بيضه ممكن، اللي بغى يفتح من هكا ممكن ينقص الكاكاو. صافي، دابا الخليط ديالي واجد، غنخليه على جانب وغنجيب هاد الليمون. هاد الليمون العجيب صغيورين هما اللي غادي نستعمل فيهم، صراحه كيجيو زويونين هكا فرديين، عكس انني باش ندير مول واحد هكا كبير. المهم انا غنستعمل هاد ثلاثه، المهم نستعمل هادو نشوف الا خصني، وغادي نزيد طبيعه الحال غادي ندهنهم بشويه ديال الزبده بحال اللي غندهنوا المول ديال الكيك. غادي ندهنهم هكذا بشويه ديال الزبده، وغادي نرشهم بالدقيق. ضروري انا ندهنو، ماشي غير نشوفهم صغار ونقولوا لا ما كاينلاش، ضروري ندهنو بالزبده ونرشوا لهم الدقيق بحال هكذا بحال غنصايبوه في المول الكبير. صافي، ونحيدوا الفائض ديال الدقيق على هكذا، وعاد نعمرهم. انا غادي نستمر غادي نعمرهم كاملين. دابا بعد ما كملتهم غادي ندوز باش نعمرهم، ما غاديش نعمرهم حتى الفوق. ما نساوش اننا عندنا الخميره، والخميره مازال غتنفخ وتطلعوا الفوق. المهم جهد ديال جوج معالق كبار كل وحده. على هذا الشكل هذا. المهم انا غنستمر حتى نعمرهم كاملين. كي قلت لكم ما تعمروهمش بزاف، الجهد ديال جوج معالق كبار في كل وحده باش يلقاو فين يخمروا.
صافي هنايا كملت الليمون ديالي في التعمار، خديت هنايا لاطا اللي غتدخل الفران، استفت فيها هاد الليمون، راه عطاتني هنايا 12 حبه. الفران انا سخنته من قبل، درجه الحراره منخفضه بحال اللي غادي نطيبوا الكيك. صافي غادي ندخلهم يطيبوا على خاطرهم وغادي نخرجهم. صافي هنا بعد ما طابو خرجتهم الفران، راه دغيا كيطيبوا ما كياخذوش وقت بزاف، غادي نديمو ليهم وهما مازالين سخانين، راه دغيا كيتحيدوا ما كيلصقوش. الا لصقوا ندوزو واحد السكين هكا من الجناب وعاد باش نحيدوهم، راهم بسرعه كيتحيدوا وبسرعه كيطيبوا. ردوا معاهم بال في الطياب حيت فرديه راه كياخذوش معانا الوقت بزاف. دابا غادي ندوز باش نصايب ليهم الكريمه ديالهم باش نعمرهم. بالنسبه للكريمه غادي عندي هنايا تقريبا كاسونس ديال الحليب، يعني نسيطرو ما كاملش غير كاسونس ديال الحليب. غادي ندير معاه واحد المعلقه كبيره ديال السنيده، وغادي ندير معاه معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان اين كانتما بغيتو، انا استعملت هذه قهوه سريعه الذوبان. غادي ندير جهد معلقه صغيره، وكتبقى دائما حسب الرغبه، الا ما بغيتوهاش ممكن ما تستعملوهاش. وغادي نستعمل جوج معالق ديال الكريم باتيسري بنكهه الشوكولات، الا ما توفر لكمش ممكن ديروا كريم باتيسري عادي وتزيدوا معلقه كبيره ديال الكاكاو، الا توفر لكم هذا ديروا منه جوج معالق كبار. ولا بغيتو يجي اللون غامق اكثر ممكن تزيدوا النكهه ديال، ممكن تزيدوا هذا الكاكاو باش تزيدوا تغمقوا اللون. يعني بالنسبه لي هذا اللون هذا راه ما غايجينيش غامق بزاف. وغادي نضيف بعض القطع ديال الشكلاط، انا توفر لي هذا اللي كنصايب بيه بيبسي بان، هو اللي تصاب عندي دابا، غادي ندير منه شويه. ممكن ديروا خمسه ديال المربعات ديال الشكلاط، داك الشكلاط ديال 4 دراري راه معروف، انا غادي ندير هذا، غادي ندير منه شويه. صافي غادي نخلط العناصر مزيان، وغادي نديها فوق العافيه على نار مهيله حتى يبدا يعقد ليا الخليط، ونعمر به لي كيك ديالي. المهم على ما طيب ليا الكريمه من طبيعه الحال مقابلها بالتحراك، مره كنحركها، قلت غادي ندوز باش غادي نزينهم. ومن غير التزيين هذا كيبقى اختياري، درت لهم شويه ديال الناباج في الجناب، ودرت لهم لي فيرميسيل هكا حبيبه ديال الشوكولا، وعاد تبقى لي داك الثقه في الوسط هي اللي غنعمرها بالكريمه. المهم كناخذ الناباج او الكونفيتير او شنو ما توفر لكم، كندهنهم هكذا من الجناب، كنغطسهم هكا في الفيرميسيل، كنحصل على هذا الشكل هذا، كيعطيني حتى المنظر زويون. ممكن تستعملوا فيرميسيل في الابيض، ممكن الكاوكاو اون كاسي، ممكن كاوكاو ايفيلي، ممكن تستعملوا اي حاجه تزينوا بها. هاد الزين كيبقى اختياري، انا ما كنتش غنديرو حتى لاخر لحظه ودرت، قلت ما نخليهمش هكاك سامبل، ضروري نضيف لهم شي حاجه. فجاتني هاد الفكره هذه انني ندير لهم شويه ديال الناباج وشويه ديال الفيرميسيل، وجات على هاد الشكل هذا. صافي هنا ها هي الكريمه بعد ما طيبتها وعقدت ليا. دابا غادي نبدا نعمر هاد الكيك ديالي هكذا، غناخذ معلقه ونديرها هنايا، نحاول ما نعمرش بزاف باش ما يخرجش ليا عند الفيرميسي، غير معلقه هكذا ونسرح على هذا الشكل هذا. انا غادي نستمر نعمرهم كاملين من حيت الكريمه ديالي قبل ما تجمد ليا. صافي هنا كملت لهم التعمار ديالهم، ودرت لهم واحد الحبيبه ديال فيرميسيل كان شاط لي درتها هي من الوسط، كيبقى اختياري. دابا ضروري غادي ندخلهم الثلاجه حتى يبردوا مزيان عاد باش غادي نقدمهم. بعد ما برد لي مزيان من الثلاجه وخرجتو، هذا هو الشكل النهائي ديالو، صراحه كيجي زويون شكلا ومذاقا. كنتمنى للناس انكم تجربوه وتردوا عليا، لانه فعلا كيستحق تجربه. فلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك، تابوناو فلاشين باش دائما يوصلكم الجديد، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.